السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم فاطمة أبو حاتي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ في الفرن طعمها تحفة. ان شاء الله طريقة سهلة تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه ومقدرنا ايه. عندي هنا فرخة منضفاها كويس جدا، ودي اهم خطوة، غسلها بملح، منضفاها من جوه ومن بره، نقعها في مية وخل 10 دقايق وشطفاها ومصفيها كويس. 3 بصلات هنا كبار متقطعين جوانح، ملح، فلفل، كمون، ورشة من البهارات السبع، وعندي هنا معلقة ثوم مفروم. كل ده بقى مع بعضه وندعكهم كويس جدا بالشكل ده. هجيب بقى الفرخة وابتدي اتبلها بالبصل والتوابل اللي احنا عملناهم مع بعض، تمام، واسيبها يعني في التتبيلة ساعة ساعتين براحتك، تمام قوي. هجيب بقى صينية اللي هسوي فيها الفرخة، هحط الفرخة فيها بالشكل ده، وعندي هنا طماطم مفرومة، طبعا دي كميتها كل واحدة وذوقها وحبها في الأكل، سواء طماطم كتير أو قليل. حطيت كمان معلقة صلصة كبيرة، وطالما حطيت طماطم وصلصة لازم نص معلقة سكر علشان تشيل حموضة الطماطم وتسرع في سوى الفراخ، وفي نفس الوقت تديني طعم حلو. هنا الطماطم والصلصة والفراخ اتسبكوا كويس مع بعض، هبتدي أزود مية مغلية، طبعا طالما عندي حاجة على النار لازم أزودها مية سخنة. هنا قطعنا البطاطس سميكة بالشكل ده، وعندي الفراخ بقت تلتين سوا، هبتدي احط البطاطس في صينية الفرن واحط الفراخ فوقيها وانزل عليهم بالصوص اللي احنا عملناه، طبعا طعمه خطير، واخد من الفراخ والتوابل والبصل والثوم، طعمه جميل جدا بالشكل ده. وابتدي بقى احاول ايه اقلب البطاطس في الصوص كويس، بس اخلي الفراخ هي اللي على الوش بالشكل ده. لو حسيت انها محتاجة مية هنزودها مية مغلية، تمام. هغطي، هنا حطينا قرنين فلفل حلوين كده هيدوا ريحة حلوة، لو حابة تخرطيهم، لو بتحب الحاجة سبايسي براحتك خالص. غطينا وهندخل فرن سخن على الأرضية تحت عشان البطاطس تستوي. ربع ساعة تلت ساعة بالكتير هتكون استوت بالشكل ده، والفراخ كملت سواها وبقت حلوة قوي. هرفعها فوق تحت الشواية، شكلها حلو قوي، هحطها تحت الشواية تحمر، الله شكلها جميل ما شاء الله، وطعمها وريحتها حكاية. البطاطس استوت ما تهرتش، الشوربة او الصوص بتاع البطاطس مش منشي زي الفل، والفراخ كملت سواها وبقت حلوة جدا. شايفين البطاطس القطعة بقطعتها زي الفل. اتمنى تكون الوصفة عجبتك، لو عجبتك لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب عشان تقدروا تشوفي كل الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.